وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعيه المنعقده برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصيه لجنه الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بشان نقل وزراعه الاعضاء البشريه مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية هو فحوى مقترح السادة أعضاء مجلس الشورى والذين أكدوا على ضرورة إنشاء المركز بهدف حماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء ومنع الإتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون. سيوفر إجراء العمليات من المتوفين دماغيا حاليا لا يوجد عندنا طاقم طبي لإجراء هذه العمليات من المتوفين دماغيا لأن المتوفي دماغيا غير موجود وإحنا بلد صغيرة ولكن عندما ننظر إلى المتوفين دماغيا في مملكة تتجاوز مواطنيها الثلاثين مليون فستغطي جميع دول مجلس التعاون وهذا الذي كنا نعمل عليه خلال ربع قرن ممثلو الحكومة الموقرة والساده اعضاء المجلس تناولوا في عرض حديثهم حول انشاء المركز العديد من النواحي القانونية المهمة التي يجب دراستها بتمعن ولم تغفل الجلسة كذلك عن الجانب الشرعي لعملية نقل وزراعة الاعضاء البشرية طبعًا الحمد لله هذه من الناحية الشرعية التبرع بالأعضاء المجامع الفقهية يعني استقصتها بحثا وبينت في حالات مختلفة جدا وفي كل حالة إيش حكمها وهذا الحمد لله مفصل ورأي الشرع واضح. داعم في الأصل داعم لهذه العملية لأنه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا وعندنا في البحرين الحمد لله القانون موجود ومدروس وأيضا في الرأي قد راعى رأي الشرع في ذلك فأعتقد هذا اليوم المقترح سيكون دعم لهذا الأمر في البحرين بإذن الله الانتقال إلى مرحلة متقدمة في القوانين والتشريعات المتعلقة في نقل وزراعه الاعضاء البشريه يتيح فرصه ارحب للقطاع الصحي في المملكه لان يخطو خطوات رائده على مستوى المنطقه بكفاءات وطنيه متميزه ورائده. حيويه النقاش في جلسه الشورى لهذا الاسبوع أثراها تنوع الآراء وتبادليها بين أعضاء الشورى حول تعديلات مهمة تفضي إلى إنشاء مركز يعنى بزراعة الأعضاء البشرية في خطوة جديدة تتطلب دراسة مستفيضة من قبل الحكومة الموقرة وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها. يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين